النهاردة الحلقة الثالثة من سلسلة السير بوليتكس. اهلا بكم يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه في الحلقة الثالثة من سلسلة السير بوليتكس؟ وعندنا النهاردة حلقة مميزة جدا، لان احنا هنتم شوية من الصفقات اللي انتوا اقترحتوها عليا في الكومنتس في الفيديو اللي فات. طلبت منكم الحقيقة شوية تعديلات في كام مركز كده في التشكيلة، كام واحد ما عجبونيش، وانتوا بصراحة ما قصرتوش في الكومنت، يعني كتبتوا لي ناس كتيرة جدا. فالنهاردة بقى هنحاول نتم الصفقات دي باذن الله. فقبل ما نبتدي ما تنساش تدوس لايك، 8000 لايك على الحلقة دي ينزل الحلقة اللي بعدها على طول ان شاء الله. وما تنساش ان قناة الشورتس او الفيديوهات القصيرة تحت في صندوق الوصف اول رابط هتدوس عليه هيوديك على القناة على طول، روح اعمل لها سبسكرايب، بينزل عليها فيديوهات قصيرة جامدة قوي كل يوم. وبس كده يلا بينا على فيديو النهاردة. وبسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين يا جماعه عندنا النهارده اول مباراه في فيديو النهارده هتكون نص نهائي قصاد فريق اسمه اوكسبورغ تقريبا، يعني اتمنى اكون قلت اسمه صح، يعني نص نهائي في البطوله اللي هي ايه بتبقى بدايه يعني قبل بدايه الموسم دي. ودلوقتي يا جماعه تعالوا اوريكم التعديلات اللي انا ناوي اعملها ان شاء الله في حلقه النهارده، اللي هي الصفقات اللي ايه هنتمها باذن الله. مبدئيا كده خلينا نتفق على حاجه، ان انا بحب يبقى كل لعيب في التشكيله ليه المركز البديل بتاعه على الدكه ان كيس حصل اي حاجه، اتصاب مثلا، بيبقى فيه فتره كده في الدوري بيبقى مثلا ما فيش يعني فتره راحه كفايه بين الماتشات، فبحب ان يكون دايما ايه في لاعب بره ينفع ينزل مكان الشخص اللي عايز يريح. فنبتدي بحراسه المرمى نافاس، لو تعب او حاجه، الراجل ده موجود عنده 38 سنه اساسا، بس هو يعني حلو بصراحه مش وحش خالص يعني كحل ايه بلان بي. يعني عندنا بقى خط الدفاع يا جماعه كوندي واكي. انا جات لي فكره بصراحه، في منكم اقترح عليا جو جوميز، انا طلبت منكم مدافع يعني في الفيديو اللي فات، فانتوا اقترحتوا عليا جو جوميز بتاع ليفربول، فهو بصراحه يعني انا هجيبه يلعب اساسي وهخلي اكي هو اللي يقعد على الدكه، لان اكي برضو ينفع يغطي بوزيشن ال بي، وكده احنا ايه هنبقى عندنا حد يلعب سي بي وال بي في نفس الوقت اللي هو مكان تالس لو برضو عايز يريح وكده. فكده لما اكي يبقى بره على الدكه كده هيحل لنا مشكله التبديل للثلاث مراكز دول، وهو قلبين الدفاع والال بي اللي هو اليكس تيليس. على الظهير اليمين او الباك اليمين بمعنى صح، الراجل ده انا لقيته في النادي بصراحه وهو سنه صغير وايه 20 سنه، فهيتطور معانا قدام، فممكن يبقى ده هو الحل البديل ان هو يقعد على الدكه، وهنجيب مكانه بقى اي حد، مثلا في واد اسمه دالوت تقريبا عند ليفربول، في مثلا ايمرسون من توتنهام كده يعني. نخش بقى على خط النص، بصراحه فينالدو ما عجبنيش خالص، فانا ناوي اقعده دكه وهجيب بقى، بصوا يا جماعه خط النص هيبقى فيه ايه لعب شويه، انيستا هو بيتعب بسرعه، الاستامين عنده رايحه في داهيه خالص، فهو من الدقيقه 60 كده ايه بيبتدي يخلص، فهو هيبتدي معانا اساسي كل ماتش لان هو اصلا قرب يعتزل. على الدقيقه 60 كده هينزل مكانه جافي بتاع برشلونه اللي انتوا اقترحتوه برضو عليا، اللي انا ما كنتش عارفه الفيديو اللي فات، انتوا قلتوا لي جامد يعني، وانا بصيت على ارقامه لقيتها حلوه بصراحه بالنسبه لواحد 16 سنه يعني. في السي دي ام هنجيب فرانكي سييه بتاع اللي هو حاليا في برشلونه، بس هو في اللعبه لسه ايه في ميلان عشان فيفا 22. وعلى السي ام اليمين هنجيب فالفيردي بتاع ريال مدريد، انا الكومنتس كلها حرفيا كانت بتقول لي هات فالفيردي بتاع الريال، وهو قاعد دكه هناك و يعني راجل شاب هيتطور معانا يعني. نخش على خط الهجوم، الناحيه الشمال احنا مش محتاجين فيها حد، لان عندنا هازارد بيلعب اساسي وفي ايه ريبيري بيبدل معاه، فالدنيا حلوه يعني. على الناحيه اليمين عندنا حكيم زياش بيبدل معاه صار اللي هو اصلا كان في الفريق، بصراحه الراجل ده يعني جاله كذا عرض بس هو ايه سنه صغير فينفع يقعد دكه يعني. يتبقى عندنا مركز المهاجم يا جماعه اللي كان فيه اقتراحات كتيره جدا في الكومنتس بصراحه، ولا واحد منهم كان واقعي اكتر يعني، مثلا ايه في ناس قالت لي هات كريستيانو، فانا استغربت كريستيانو ايه اللي قاعد دكه ده، هو بس ايه ما كانش حابب يكمل مع النادي مش اكتر، ولكن ايه المشاكل اللي بينه وبين الاداره اتحلت فمش هينفع كريستيانو. بعدين كريستيانو يا جماعه نجم كبير قوي يعني، انت لو جبته انت شبه قفلت السلسله، فاهم قصدي يعني، حرام لو ما كسبتش ابطال بيه، فلا عايزين حد ضعيف شويه بحيث ننافس يعني. فانا جالي اقتراح جميل جدا وهو كالاتي، وانا بقلب يا جماعه في الشورت ليست لقيت ان راشفورد جوكر في الثلاث مراكز اللي قدام، يعني بيلعب في اي مركز فيهم، فهو 5 ستار سكيل موفز وشاب يعني هيتطور وسريع، وهو رجله يعني مش احسن حاجه في الشوت بس ايه ممكن ندربه عادي جدا هيتطور يعني، وهو ممكن يقف اس تي وبالمره هيغطي لنا المركزين اللي هو يمين او شمال لو حاجه حصلت، حد اتصاب، حد عايز يريح بتاع، الراجل ده هيبقى موجود. بس فكده صفقات النهارده هتبقى، هو بويك بصراحه انا ممكن اجيبه كدكه يعني روتيشن كده ايه يعني، ان بصراحه 21 سنه وارقامه مش احسن حاجه بصراحه. وبالمناسبه جابريال خيسوس راح الريال خلاص يعني مش هقدر اجيبه الموسم ده، وهو ما كانش اصلا خيار جامد قوي فخلاص هنشيله بقى. فكده صفقات النهارده هتبقى راشفورد وفالفيردي من ريال مدريد، والراجل ده اللي هو جافي بصراحه يعني بالنسبه ل 16 سنه ريت 77 ده جميل بصراحه. عندنا الراجل ده اللي هو دالوت من مانشستر يونايتد، وفي ايمرسون من ليفربول هيلعب ايه باك يمين، وفي جو جوميز انا بس مستني ارقام الناس دي تظهر لان اللي هو الراجل بتاع الكشاف انتوا عارفين الكلام ده يعني. واخر صفقه معانا هي فرانك
كيسيه بتاع ميلان هيلعب سي دي ام. فنبتدي باول صفقه وتعتبر تقريبا اهم صفقه في يعني فيهم كلهم، وهي صفقه راشفورد. السلام عليكم ورحمه الله حبيب قلبي، ازيك عامل ايه؟ جود تو سي يو حبيب بابو. بصوا انا ما عنديش بصراحه لعيبه اديها لك، فهو سعره 51 وهو يعني قاعد عندك دكه، فايه رايك تاخد سعره بالظبط؟ لا 70 مليون انت باين عليك ايه، راجل غير مهذب اخلاقيا. 70 مليون دي هناك، انت تاخد ايه؟ نجرب معايا يا جماعه في ال 58، لان احنا نادي ايه نتن. راجل مصمم وبيقول 62 مليون، لا ننزل معاه حاجه بسيطه. هو كان طالب 70 فكده احنا نزلنا حبه حلوين. ايه رايك 60؟ 60 100 بالظبط. لا هو 60 110 اهو، 10000 يا عم زياده. ها دي من عندي. ايوه شفت ال 10000 بتفرق ازاي؟ ده حته ايه كاريزما، ده الاقناع ده مش اي حد بيعمله. اهلا وسهلا، ازيك يا راشفورد يا حبيبي عامل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عايزين حضرتك هتلعب عندنا اساسي، ولكن انا هحاول معاك ايه في امبورتنت كده في العقد يمكن توافق. لا باين عليك برضو ايه زي العالم الثانيه دي. ما تيجي نمضي العقد 5 سنين عشان ما نجددش قريب. ايوه برافو عليك كده، انت مدير اعمال بتفهم على فكره. وهنلغي طبعا ايه فكره الشرط الجزائي دي عشان ما يتخطفش مننا ايه في نص الموسم نبقى قاعدين ايه من غير هدوم كده. هو بياخد مع المان يونايتد 150، دي له احنا برضو ايه 140 مثلا عشان احنا نادي نيتن برضو، وندي له ايه 400000 ساين بونس يا رب ما يقومش يمشي. ايه ده وافق على طول؟ طب شيء جميل والله، شيء جميل كده. صفقه راشفورد يا جماعه في الجيب. الصفقه اللي بعد كده معانا وهي صفقه فالفيردي من ريال مدريد. ايه لهوي، لا 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 ايوه ده بيقول لي ان في شرط جزائي 154 مليون، انا مش عارف ايه ده يعني، ده راجل شاب. ما علينا يا جماعه، هو سعره 68 مليون. 100 مليون ايه يا راجل يا عبيط انت؟ هو تاخد 70 مليون ودولار. يا نجرب معاه في ال 83 300 دي يمكن نخلص. يا جماعه ده مصمم جامد قوي على 103، هو فالفيردي حلو قوي كده يعني. ايه رايك في ال 93؟ ايوه ابتدى ينزل اهو اخيرا، بس نزل ايه 3 مليون؟ لا خليها 95 مليون 300 ودولار، ان الدولار ده عندهم في مدريد بيفرق. بص شفت شفت الدولار بيعمل ايه؟ الدولار في مدريد كتير. يا الله بيقول لي ان انا السكواد بتاعي يعني لازم ابيع حد، السكواد بتاعي يعني الساعة بتاعت الفريق عدت اللي مسموح بيه، فهنشوف اي حد جاي له عرض ونرميه. صار جاي له عرض للاسف مش هعرف اوافق على صار، او في اتنين اهم ايه رايحين مع السلامة. طبعا احنا يا جماعه لازم نديهم اللي هي الفتره اللي هي مهله 3 ايام، فمضطرين نلعب الماتش السيمي فاينال من غير الصفقات الجديده، هو صفقه راشفورد بس ايه هي اللي هتلعب الماتش ده. بصوا يا جماعه انا الراجل اللي هو ايتيبو ده بيموت، فانا هجرب العب كامارا ده اللي هو اصلا مركزه ال بي، هجرب العبه سي ام ايه لان الديفنس عنده يعني 72 شغال يعني. تشكيلتهم ما فيش ولا واحد انا اعرفه حرفيا، فباين عليهم ان هم فريق ماجوش فعلا، واحنا تشكيلتنا بسم الله ما شاء الله والله يعني اسامي يا جماعه والله، هم يعني مش نجوم قوي بس فعلا يعني ايه يجي منها كده نهائي ابطال ولا حاجه. ايوه يا عم راشفورد، الراجل ده جايبينه بكام يا ابني؟ مش فاكر دفعت 50 60 مليون. انا دافع حضرتك، لو ما تعلقتش النهارده انا مش هعمل حاجه. طبعا انا بحبك يا راشفورد لازم تبقى عارف ده يعني. كوره عند هازارد، محاوله افلات من الجنب ولكن شكله ايه اتزنق، فهنلف ونرجع تاني ونلعب للراجل اللي فوق ده. بحب الدريبلينج بتاع هازارد قوي يا جماعه. امسك يا راشفورد، والله باصه يعني فيها فكره. يلا يا عم زياش روح امسك. حلوه حلوه حلوه، استلم يا ابن اللعيبه، حلوه لم عدي العب هنا. فينالدوم فينالدوم، كنت عايز اجيب جول براشفورد يا جماعه. ماشي هجمه هجمه. ايوه يا رشف ايوه يا رشف ايوه يا رشف، خد يا دوك يا ولد يا ولد كمل ما تيأسش. والله يا جماعه راشفورد جميل يا جماعه. طب والله يا جماعه راشفورد جميل يا جماعه. الواد كوندي شايل الدفاع ورا يا جماعه، ودي حاجه عجباني قوي بصراحه. قرب كده يا راشفورد، لا قرب يا راشفورد. ايوه الرشفير الرشفير، حرام. هو انا راشفورد عنده مشكله تحرك ولا انا بيتهيألي؟ يعني هو ما بيتحركش غير لما باص بال2، بس ممكن يعمل كده
ويحط بشماله يا جماعه بالارضيه. والجمال ده يا جماعه مش طبيعي يا جماعه. الواد راشفورد ده، ده شوف 60 مليون بتتالق في وقتها كده في اول مباراه ليها كده، ينفع كده يعني؟ اتفضل حضرتك حط لايك عشان الفيديو زي ما انت شايف دافع 60 مليون يعني. ايوه ماشي صحيح الباص ده. يلا فينالدو مثبت لي بقى ان انت راجل بقى مره بقى، مش ممكن يعني. وصفارة الحكم تنهي الشوط الاول بنتيجة 1-0 لصالح النادي اللي ماسكه افضل مدرب في التاريخ اللي هو السير بولتكس يعني. يا ابن اللعيبة يا كوندي. جماعة زياش بلاي ميكر ممتاز بجد والله، يعني حلو قوي بجد في البلاي ميكينج. ايوه الواد الجديد، الواد الجديد، والهدف الثاني عن طريق كامارا، هو غالبا اسمه كده اه بس انا معرفوش الحقيقه، بس باين عليه ايه ابن ناس يعني. بصوا يا جماعه لو رفعنا الهازارد في هذا المكان اللي هو ايه خارج المنطقه، ايه ده، ده طلع زياش. ايه ده، ده الحمد لله ان هو زياش. ايه ده يا جماعه، ده طلع صاروخ من رجله الشمال. ايه ده، بصوا يا جماعه هي إيه، الرفعه جميله وكل حاجه بس إيه، استلامه وثبت الكوره وهدى. ايه ده، ده اتصدت ودخلت من قوتها. ايه يا عم زياش ده؟ ايوه انا رفعت واد ورا، والهدف الاول وتقليص الفارق، ولكن احنا باذن الله في الدقيقه 76 مفيش حاجه يعني. حسيب طبعا في هناك سجاده في ارض الميدان، طبعا ايه مش تبع نادي واتفورد، هتلاقيه لاعب عميل من النادي التاني بس ملبسينه اللي هو اللبس بتاعنا. بس برافو عليك يا عم الحكم كده، شفت هو بيقفست اول ما نافاز مسك الكوره. وبكده نبقى صعدنا من السيمي فاينل يا جماعه، وهنطلع فاينل في البطوله اللي هي الوديه اللي بتبقى تسخين قبل بدايه الموسم. وادي لعيب جاله عرض اهو، ده وادي بتفهم دي. يلا في 60 ده خدوه، خدوه من غير ما انا ممكن انقص لكم السعر اساسا، ايه تديه له كونتراكت، انا ما عنديش مشكله. ايوه في لعيب اتباع اهو يا جماعه، ده مين ده اللي اتباع ده، اسمه ايه؟ هو اتباع ب 1800، مش مشكله. يلا بقى يا جماعه نجيب فالفيردي اللي احنا ايه اتكلمنا مع انشيلوتي عليه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هو طالبها ان هو يلعب اساسي، هو طبعا هيلعب اساسي بس هجرب معاه في امبورتنت، مش هيرضى برضو زي بقيه الخلق كلها، معرفش محفظينها لهم كده ولا ايه. عايز 5 سنين؟ اه لا ده انت زبون بقى، اهلا وسهلا حبيبي. من غير يا ده هو بيعرض عليا اللي انا عايز اعمله اساسا، فاهم حاجه؟ هو بياخد 190 مع الريال، يبقى ياخد هنا 180 لان احنا نادي صغير، بس ايه تمسك لك 400 في ايدك كونتراكت وبكده يا رب ما يقومش يمشي. وافق على طول يا جماعه، ايه الجمال ده؟ ده واضح ان هو مش لاقي ياكل يعني. تعالوا يا جماعه نشوف المدرب بتاع كيسيه كده، وانا عارف ان احنا مش يعني مش هينفع نتكلم معاه هو غير لما لعيب كمان يتباع، بس نبقى اختصرنا وقت دلوقتي. ابننا كيسيه سعره 58 مليون دولار، حضرتك هتاخد 58 مليون دولار ودولار؟ ايه ده، ده وافق، والله كنت بهزر، ده وافق، الدولار عجبه قوي. اه طبعا ما شفتوا يا جماعه بيعمل كده كتير في اسبانيا وفي ايطاليا. جماعة في واد عندي بيقول لي ان انا عارف ان انت بتدور على سي بي، هو غالبا عارف ان انا بعدت اشوف ارقام جو جوميز، بس بيقول لي لو اديتني فرصة وكده، طبعا انا مدرب كريم وايه مفيش اللي اشتمه، لا انا مش هوعده اللي هو يعني فاهم هتوه كده. تعالوا نشوف يا جماعة العروض اللي جت للعيبة اللي عندنا. جواو بيدرو ده واد انا مقعده ايه ريزيرفز، ففي 60,000 سلامة طبعا ايه باي باي يا حبيبي. اما دينيس ده المهاجم بتاعي اللي هيقعد دكة وهو جوكر قدام. فبصوا انا مش قادر ادخل اتكلم معاك بصراحة، بس هما بيقولوا لي ما تزودش عن ايه ال 25، فابتديها كده يعني. لو انا ببعت حد يقعد مكاني في القعدة وبقول له ما تقلاش يعني ما تقللش سعره عن كذا. ودلوقتي عندنا الفاينل بتاع البطولة الودية، تعالوا نشوف التشكيلة بتاعتنا عاملة ايه. التشكيلة فيها الناس عايزة ترتاح، فأنا أعتقد إن أنا هلاعب صار عشان هو قادر، وهلاعب ريبيري مكان هازارد لأن ريبيري وحشني. دينيس ينزل نجربه المرة دي عشان نشوف هنندم عليه ولا هنشتمه. ننزل الأر بي اللي هو الراجل اللي أبو 32 سنة ده عشان وطبعا الرسام جهز، الرسام يلعب يا باشا. عندنا للاسف طاقم الدفاع ايه مش جاهز بدنيا قوي يعني، بس ما فيش غيرهم حاليا للاسف. بصوا يا جماعه انا ممكن اجرب كامارا في ال بي بقى المره دي عشان اريح تلس المره دي. يلا يا عم، والان حان وقت حسم اللقب. هو مش لقب قوي، هو بطوله وديه بس ماليش فيه، هو بالنسبه لي لقب عشان اثبت نفسي للاداره ان انا الصرف ده مش على الفاضي يعني. سيداتي انساتي سادتي، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي اللقاء بتاع الفاينل بتاع البطوله الوديه اللي انا ايه كل شويه عمال اذكر اسمها دي، وغالبا الماتشات كلها بتبقى في الملعب ده يعني، انا 5 مرة اشوفه تقريبا حاجه كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، كره عند الرسام. يا ولد يا ولد
حازم ماشي يا جدعان، البساطة يا جماعة، حتى انا فاز بيباص بايده وحش. حازم لبسنا الهدف الاول. كرة عند فينالدوم، فينالدوم هيلعب تحت، ياخد تاني، يلعب تحت، مستني حد يفتح. الرسام، الرسام بشماله، الرسام حرام. انا اكلت واد ورا، بس في واد بيحاول يفلت. ريح ريح يعني، هنخسر فاينل قصاد نادي انا ما اعرفوش حتى، انا مش عارف اسمه يعني، فهل هذا يجوز شرعا ولا ايه؟ في واد بيفتح فوق، حلوه جماعه جماعه. فينالدوم بجد اقرب فرصه يعني، انا لو ينفع، لو كنت ينفع ابيعه في نفس اللي هو اللحظه اللي اشتريته فيها اللي هي دلوقتي يعني، كنت بعته والله. كره عند الرسام، يلعب باس بالمظبوط، صار يلعب ثرو عند دينيس. دينيس اهو، دينيس اهو، دينيس اهو، يلعب ورا يا ابن اللعيبه. دينيس على الباص، يا ولد يا ولد يا ولد يا صار. احتفل يا ابني الاحتفاليه اللي هي يلا يا جماعه عشان الوقت دي. ايوه يلا يا جماعه الوقت، يلا يا جماعه مش فاضيين، عايزين نعمل كومباك. هي دي، في امل يا جماعه، في امل يا جماعه، في امل يا جماعه. كره عند دينيس، كمان واحده بالكعب. دينيس يلعب عند الرسام، الرسام 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 يا جماعه، الرسام يا جماعه، والتعادل يا جماعه. احتفل يا عم الرسام، احتفل يابا. يا ايوه، مقطوع عند ريبيري، انطلاقه عند ريبيري، انطلاقه عند راجل عجوز في الملعب يدعى ريبيري. ريبيري مكمل جري، ريبيري معرفش جايب السرعه دي منين، هو 39 سنه. ريبيري، ريبيري يتوغل، ريبيري يتوغل، ريبيري ورايح على البعيده، ورايح على البعيده، ورايح على البعيده، ورايح على البعيده، ويحط يا جماعه. والتقدم في خلال يعني اقل من 10 دقائق تقريبا، بس الجاريه دي جامده قوي من ريبيري بصراحه يعني. انا تقريبا خلصت له الاستامينا يعني بتاعه الماتش كلها في الجاريه دي. جي جي يا جماعه، ينتهي الشوط الاول بريمونتادا ساحقه لنادي واتفورد بقياده المدرب الاعظم في التاريخ البولتكساوي. ده هنموت ده ولا ده ايه ده؟ ايوه ايوه، والتعادل من فريق الخصم. جماعه انيستا بيموت، فهنزل بس الراجل ده، وما عنديش حد على الدفاع للاسف ينزل مكان الاثنين دول، فهنزل راشفورد يمكن يعني ينقذنا وبقى يثبت ان هو فعلا يستحق المركز اللي هو ياخده ده. ايه ده؟ هو انا كسرت له الاوفسايد قبل ما ها؟ ده عملوا كومباك. ده عملوا كومباك يا جماعه. جماعه احنا في الدقيقه 79 محتاجين للاسف ننزل حد من الناس الهجوميه، يا هازارد يا زيش. خلينا نكون صراحة مع بعض، مين اكتر تاثيرا على الجول؟ زيش. مين اكتر يعمل اسيستات؟ زيش برضو. بس احنا محتاجين حد شمال، فزيش مش بيلعب شمال. هل صار ممكن يلعب شمال؟ تعالوا نشوف الموضوع ده. لا برضه صار برضه مش هينفع. خلاص انزل يا هازارد، ويعني اتمنى يا رب. هجمه يا شباب، الروشفير، الروشفير انطلاق عند الروشفير بالسرعه، يكسب السرعه ويعرض ريبيري، والهدف في الدقيقه 82. احتفل يا ابني الاحتفاليه بتاعت اللي هي يلا يا جماعه عشان الوقت. يلا يا ابني يلا اهي، ايوه يلا يا جماعه عشان الوقت، يلا. خلاص يا جماعه اكسترا تايم، جميل قوي. ايه ده يا جماعه، ده بينالتيز على طول، مفيش اكسترا تايم. طب نرتبهم؟ لا ده هما مترتبين، ربنا يستر. بسم الله. اول تصدي الحمد لله بالهبد. بصوا يا جماعه نعملها بهازارد هنا، كنت عايز اجيبها كده بس قلت اما اسيبها. شكرا، لبسنا اول جول. والله انا سبتها بحيث تيجي في النص، حرام هنخسر بينالتيز. بصوا يا جماعه ها كده، بعدين تسيبها في اخر لحظه، ده بيصدها برضو. لا ده سكريبت ملناش دعوه، خلاص سكريبت سكريبت، كلام انتهى خلاص. خلاص بقى يا كابتن بقى اقفل اللعبه شويه. والله اترميت، انا دايس شفت راسه واترميت. الحمد لله طلعنا من الفاينل. لسه ما تمتش صفقاتي كامله معروفه. ايه ده؟ هو انتوا شايفين اللي انا انا والله انا انا بجد ولا ايه؟ الو، مكتوب واتفورد وون 3-0 اون بينالتيز، هو مش انا واتفورد يعني؟ ازاي جماعه انا لسه خسران بينالتيز؟ طب ايه ال 4-1 دي؟ ازاي كسبنا 3-0 والنتيجه 4-1؟ ايوه يعني احنا كده، ايه اللي حصل يا شباب؟
هو لا واضح ان هو كان جليتش يعني، هما كتبوا كده بس اتحسب ان احنا خسرنا عادي. انا قلت اللعبة ايه ده، هو انا هكسب بالعافية ولا؟ في واحد اسمه تروست هينج كونج، المهم جاله عرض يعني. طبعا مع الف سلامة حبيبي، تعيش وتاخد غيرها. طب ليه ليه يا مفتري ليه يا جماعة؟ الراجل ده جاله عرض وقبلت وهو رفض، ما انا مش هلعبك، كنت تغور. كمارا جاله عرض، ده الواد اللي هو السريع اللي هو بيلعب ال بي ده. طب بص، احنا هنأكسبت العرض اللي هو الإعارة ده مبدئيا، وكمارا انا يعني انا عايزه بصراحة، كنت عايز اخليه بس هعمل اكسبت اللي هو يمكن يمشي عشان اجيب الصفقات الأساسية يعني بتاعتي. كمارا اتباع يا جماعة، وفي واد كمان اتباع، يا سلام. ايه ده، تلاتة اتباعوا، تلاتة اتباعوا، ايه الجمال ده؟ مبدئيا كده كيسي عايز يلعب كروشر، هل ممكن في امبورتنت؟ لا، عشان انا جميل جدا. اتفضل يا حبيبي، خد الكروشر وهلعبك على مزاجي والله، انا بس بكتبها لك. طبعا هيقبل ب5 سنين، ايوه عشان هو حد جميل. بلاش يا عم شرط جزائي. مبدئيا كده ريموف البونص، هو عايز 60,000 وعايز 500 ساينينج بونص. لا انت حضرتك هتاخد 450 ساينينج بونص، وال60 دي خليها لك 70. ايوه بالظبط، تضحك عليه ب10,000 وتشيل 100,000، فظيع. وبكده رسميا كيسيه يبقى معانا في الفريق. وبس كده شباب، ده كان فيديو النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، 8000 لايك على الحلقه دي، ينزل الحلقه اللي بعدها على طول باذن الله. وقناه الشورتس تحت في الديسكربشن، اول لينك دوس عليه وروح اعمل لها سبسكرايب، ايه بينزل عليها فيديوهات قصيره. وبالنسبه للانتقالات اللي انا ما عملتهاش دي، انا هكملها خلف الكواليس يعني اختصارا للوقت. ومن الحلقه اللي جايه ان شاء الله، لو كان في حلقه قادمه، ايه نبتدي بقى بدايه قويه باذن الله في الدوري بالصفقات الجديده وكده. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي. Peace.